قانون الاستثمار يعتبر أحد الأدوات الأساسية من أجل إنجاح أي مشروع نهضوي اقتصادي، ونحن قمنا بمراجعة هذا القانون من أجل السماح للمستثمرين بالولوج في كل مجالات الاستثمار الاقتصادية الوطنية، كالسياحة، كالفلاحة، الطاقات المتجددة، كالمناجم، كالفلاحة، يعني كلها مجالات قابلة أن يستغلها كل المستثمرين الراغبين في الولوج السوق الجزائرية. وحتى ما كان يعوق الاستثمار في الجزائر قاعدة 49-51 فقد قمنا بإسقاط هذه القاعدة، وبالتالي فالنظرة والمقاربة المبنية حاليا لمشاريع الاستثمارية هي نظرة رابح رابح من أجل المضي بالاقتصاد الجزائري نحو معالم جديدة مبنية على تعدد طبعا المجالات وتعدد تعدد أوجه الاقتصاد الجزائري الذي كان مبنيا إلى وقت سابق على المحروقات.